أنا العقد هذا مثل العقد الثاني مع شركة مايكروسوفت. كان العقد الأول تقريبا في منتصف أو بداية شهر جون اللي فات، هذا هو العقد الثاني. طبعا العقد هو عقد بين مركز البيانات السعودي الأول وشركة المعمار ومايكروسوفت. طبعا هذا عبارة عن الصندوق، زي ما انتم عارفين سبقوا علينا عن الصندوق مسبقا، انه يبلغ حجم الصندوق تقريبا 1.5 مليار ريال. حتى الان ما يقارب من 1.3 مليار ريال تم تحت الاستثمار الحالي. تم الحمد لله برضه انجاز طاقه استيعابيه الاولى اللي كانت مطلوبه للعمل عليها، والان الحمد لله احنا في مرحله التوسع والزياده. عفوا، ارجع فسر لي لو سمحت، من هو مركز البيانات السعودي واحد؟ من هو صندوق مركز البيانات السعودي واحد؟ وماذا المانديت تبعه؟ بماذا يقوم من استثمارات؟ جميل. طبعا صندوق مركز البيانات السعودي الاول هو المعني بانشاء 6 مراكز بيانات في السعوديه، 3 مراكز بيانات منها في المنطقه الشرقيه وثلاثه في الرياض. الطاقه الاستيعابيه الاولى للصندوق هي 24 ميجا وات زي ما قلت قبل شويه. طبعا يوجد عقد بيننا كشركه المعمار والصندوق، العقد مدته 15 سنة للتسويق والإدارة وتشغيل هذه المراكز الـ6. الحمد لله 3 مراكز البيانات الموجودة في الشرقية، 2 منها تم توقيع العقد خصوصا مع مايكروسوفت، الثالث إن شاء الله متوقع إن شاء الله بإذن الله خلال الفترات الجاية أن يتم توقيع عقد ثالث مع إحدى الجهات الأساسية. بالنسبة للرياض الحمد لله عندنا 2 مراكز بيانات. المركز الأول الحمد لله بينتهي تقريبا خلال الشهر هذا والشهر القادم بإذن الله، وأيضا يوجد نقاش جاد مع إحدى الجهات في استئجار الموقع. دكتور، من يملك هذا الصندوق؟ جيد. يملك الصندوق 70% من ملكية الصندوق تعود لجهات سيادية، و10% تعود يملكها شركة المعمار، والباقي يملكه مستثمرين متفرغين. ومن سوقه؟ هل في مصرف معين سوقه؟ طبعا مدير الصندوق هو سعودي، الفرنسي كابيتال هو اللي يدير الصندوق، ونحن يعني موقعين حصريه مع الصندوق، والشركه موقعه اتفاقيه حصريه مع الصندوق للتصميم والبناء والتشغيل. طيب، تصميم وبناء وتشغيل. أنا لماذا أسألك كل هذه الأسئلة؟ لأنه الديتا سنترز كانت فكرة جيدة من ناحية عقار. اليوم إذا بتسأل شركات عقارية بالسعودية وين الفرص الاستثمار العقاري، بيقولوا ديتا سنترز، مراكز بيانات. اليوم الخبرة النو هاو بدك إياها من شريك أجنبي، فأنا بدي أفهم بس ما هو دور كل من هذه الأطراف. هل صندوق مركز البيانات السعودي واحد هو يملك الأرض اللي عليها عم بصير الديتا سنتر، وأنتم ما دوركم بالتحديد؟ واليوم مايكروسوفت ما دورها؟ هاي السيرفرز اللي بدها تنحط بالديتا سنتر من سيضعها، وهي ملكية من، وما دوركم وما دور الصندوق؟ جيد. طبعا ملكية الصندوق زي ما قلت تعود لمركز البيانات السعودي. دور شركة المعمار هو دور حصري في التصميم والبناء والتشغيل. طبعا احنا نبني المركز كامل، نبني مراكز البيانات كامله من اي تو زي، من تصميم وبناء وحتى تشغيل والى عمليات التسويق. يعني الحمد لله كان لنا الفرصه في تسويق مراكز البيانات الى شركه مايكروسوفت، وكان في منافسه جدا شديده مع شركات اخرى، وكسبنا الحمد لله الرهان بسبب واحد، وانه اعتقد انه تصاميمنا ترقى الى التصاميم العالميه للهايبر سكيلرز زي مايكروسوفت، وبالتالي كان لنا الحمد لله التوفيق. فهنا بهذا العقد مايكروسوفت هي العميل التي يعني تأخذ خدماتكم أو تشتري خدماتكم بمراكز ليكون هذا مركز بيانات تابع لمايكروسوفت، فإذا هي العميل صح؟ صحيح. مايكروسوفت هي حتقدم إن شاء الله سحابة مايكروسوفت من الأراضي السعودية من خلال المراكز البيانات اللي تملكها او تستاجرها في السعوديه، ومنها المركز او العقدين اللي احنا وقعناها معاهم. واليوم انتم ربحكم هو هامش كم من حجم الاعمال؟ يعني هل لك ان تفسر لنا ما هي ايراداتكم وارباحكم، كيف بتم حسبتها من قيمه هذا المركز وحجم الاعمال اللي راح يبروسست؟ طبعا زي ما تفضلت انت في البدايه، متوقع ان شاء الله باذن الله يكون في عام 2026 الربع الثاني هو المتوقع
تبدأ الأرباح التشغيلية لهذه المراكز. والسبب طبعا يعود لأنه نتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية لهذه المايكروسوفت السحابية في السعودية خلال الفترة هذه، مع أخذ الاعتبار أنه قد تتقدم الفترات يعني أبكر من الفترة هذه. برضو احنا إذا أنت عندك اطلاع مسبق، احنا سبق علينا أن الشركة تحصل على 7% عوائد صافية من العقود الموقعة مقابل إدارة لهذه المنشآت. اليوم ذكرت أنه هذا ثاني عقد مع مايكروسوفت، بالتالي هو ثاني مركز بيانات. ذكرتم هون رقم تقولون أنه تقديم خدمات مراكز بيانات بقيمة تقريبية تمثل أكثر من 50% من إيرادات الشركة لآخر سنة مالية 2023. هل لك أن تفسر لنا الموضوع؟ كم الإيرادات المتوقعة من هذا المركز، وكم من المركز السابق اللي وقعته مع مايكروسوفت أيضا؟ طبعا زي ما ذكرنا في الإعلانين المسبقة، وهذا أحد أهم نتائج الإفصاح، أنه الإيرادات المتوقعة من خلال العقدين تعود أكثر من 50% سواء العقد الأول أو العقد الثاني. كل واحد منهم أكثر من 50% من إيراداتكم لل 2023، يعني سكرتوا السنة الآن، حتى الآن صار في إيرادات بأكثر من إيرادات لل 2023، صح؟ من هالمركزين؟ نعم صحيح، نعم العقدين يمثلون العقد، كل عقد منه يمثل أكثر من 50% تقريبا من إيرادات العام السابق. هذا فعليا العقد. وعم بتقول انه في توقيع لمركز ثالث للبيانات، متى نترقبه؟ هو اي مركز؟ بس ارجع، هو تبع الرياض ولا باي منطقه اللي قريبا ستوقع؟ والله احنا متوقعين، شكرا، احنا متوقعين باذن الله ان يتم توقيع قريبا العقدين، عقد في المنطقه الشرقيه وعقد في منطقه الرياض للمركزين البيانات اللي جاهزه الان للتشغيل باذن الله.